احنا لو مسكنا ورقة وقلم وعددنا لبعض مواقف بعض الناس هتجدها اغلب كلها مصالح شخصية. يعني اغلبها مصالح شخصية، ما اشتغلش في النادي، ما كان ليه حاجة وما كان نفسه يكمل، مشي من النادي شايف نفسه انه مشي في النادي في ظروفه ما كملش، عنده مشكله حصلت مع حد عامله وحش فيطلعها له في الاهلي، بس عايز اقول لك ايه بشكل اخر عايز يصفيها. اصبحت العمليه بايخه، هم هي نفس الوجوه، هي ما فيش غيرها، لا برامج لا انت بتقدم معلومه ولا بتجيب جديد الا هو الهدف انه ايه عشان الاهلي، ما فيش حد فيه بيطلع بيرد. لكن لو الاهلي عنده حد بيطلع وصوته عالي وبيخوف كل الناس دي هتخاف، كل الناس دي هتخاف وما تقدرش تتكلم ولا تفتح بقها في مكان. لكن ادب الاهلي الزائد عن اللزوم، ودايما الاهلي كده، يعني حتى في الخلافات ما بتصلش للامور وكله عارف كده عشان ما نضحكش على بعض يعني. ها ما عندكش حد بيكلمك في التليفون بيشتمك، ما عندكش حد بيطلع يتطاول عليك، ما عندكش حد يعمل مش عارف يعني كلام كبير، عيب يعني، عيب يعني ما نستغلش ادب الاهلي الزائد انه يتم التطاول والتجريح فيه. عندك مشكله مع الاهلي خلاص انت قلت اللي عندك، والجمهور هو الحكم، جمهور الاهلي مش هينسى. بص على ظهر حاجه، لن ينسى جمهور الاهلي يا استاذ محمد، لن ينسى الكلام اللي انت شايفه ده طبعا. يعني اذا كان مجلس الاهلي متمسك وملتزم باللي هو مش عاوز يخرج عنه عشان ما لا يقع يعني ايه فريسه سهله، انت في عندك نسق عام ماشي عليه مش عاوز تاخد مع النادي الاهلي لا يستدرج ليدخل في معارك. انت لو وصلت لهذا المستنقع مش هتخرج منه.